زينب، الهدف رفع مستوى مهنة النشر والنهوض بها لتبقى رسالة ثقافية وإنسانية، أما البوصلة اليوم هي تكثيف الجهود لتحقيق تواجد خاص للجناح السوري ضمن معرض القاهرة للكتاب بدورته ضمن الشهر الجاري ب22 الشهر للناشرين السوريين، وهو حصاد عام وأبرز الأنشطة القادمة رح نتعرف عليها سوا مع الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين. صباح الخير أستاذ هيثم. صباح البردات الخيرات، الحلوين. صباح البردات الحلوين، صباح الخير لشعبنا. صباح الخير. اليوم أنت وطالعة من البيت بالسيارة وبتشوفي الأمطار وبتشوفي الخيرات، فمنقول صباح الخير لشعبنا، صباح الخير للقادم الأجمل لبلدنا ولكل أمتنا، وصباح الخير لكمان المثقفين واللي بيشتغلوا في صناعة النشر اللي نحن قلنا عليها دائما ومنأكد على أنه صناعة النشر هي الرائدة الآن واللي عم تنقلنا من مكان إلى مكان متطور ومتقدم. نعم، يسعد صباحك عن جديد، واكيد صباح الخير لكل مين هلا حتى على الاخباريه السوريه وعم بيتابعنا. خلينا نرجع سنه لورا استاذ ونحكي عن حصاد العام الماضي، انشطه ثقافيه كثير شاهدتوها كاتحاد ناشرين، خلينا نحكي عنها لحتى نبدا بالتحضير ويمكن النتائج اللي اخذتوها من هالحصاد. هلا بصراحه كانت فيني اقول انه سنه 2018 كانت سنة حقيقة مفعمة بالحيوية والنشاط، حقيقة كانت سنة فيها خيرات كتير إن كان على الناشرين، وشاركنا معنا السنة الكتاب والقراء والمبدعين والمصممين والرسامين، شاركنا مجموعة الناس كلها لحتى قدمنا الكتاب السوري بشكله الإيجابي، شاركنا تقريبا بجميع المعارض العربية، شاركنا ببعض المعارض الدولية، وهذا يعتبر إنجاز بالنسبة لنا كناشرين سوريين إنه إحنا عم نشارك في معارض دولية، شاركنا أيضا ببعض المؤتمرات اللي هي إن كان اللي سواها اتحاد الناشرين العرب أو اللي ساوتها بعض الجهات الدولية، أمثال الترقيم الدولي ساو مؤتمر مهم جدا كمان شاركت فيه سوريا من خلال الاتحاد الناشرين السوريين، وكمان لا تنسوا أنه نحن رجعنا خليني أقول دائما بقول أن نحن رجعنا للائحة الأساسية للمواطن للقارئ قوة معرض مكتبة الأسد، هي ما ننساها، رجعناه للسكة الصحيحة. طبعا هو صار له سنتين عائد المعرض، لكن رجعناه عم بقصد بقوته بحيويته بأنه صار معرض من المعارض الدولية اللي موجود على القائمة وموجود على الساحة الدولية بامتياز. خلينا نضل بمعرض الكتاب ونحكي عن 2018 تمام. سنة الانتصارات لأبطال الجيش العربي السوري وانتصار الثقافة وانتصار الكتب والانتصار بعودة الزائرين أيضا، يعني شفنا كتير ضيوف من مختلف المناطق، يمكن إن كانت الدول العربية اجوا زوار على معرض الكتاب وشاركوا، مو بس شاركوا، مو بس بعض المناطق، اجانا شخصيات رسمية. صحيح، تمام، اجتنا شخصيات رسمية زائرة زارت معرض مكتبة الأسد، وطبعا كانت كتير متفاجئة بهذه الروح، مو بس للناشر السوري، هذه الروح للمواطن السوري يلي أرجانا إياها من خلال حضوره. وتتذكروا كنا نحكي كتير من خلال الإخبارية السورية إنه نحن الهدف الأساسي اليوم اللي بيهمنا إنه يحضر المواطن السوري ويشوف هذا الكتاب وإعادة هذه الروح السورية للمعرض، وهذا كان أهم صفة بهذا المعرض لهذا العام وحققناها، وكان فعلا أنا فيني أقول إنجاز عودة معرض مكتبة الأسد إلى القائمة العربية، إلى القائمة الدولية، إلى تواجده الحقيقي اللي نحن كلياتنا بنتمنى له يا يكون دائم. كمان بدي أذكركم من خلال مكتبة الأسد، كمان بدي أذكركم بشيء إنجاز فيني أقوله إنجاز عظيم، إنجاز كبير، إنجاز مهم سوت إدارة معرض مكتبة الأسد بالإدارة المطلقة هي لوزارة الثقافة، بفكرة نبعت من اتحاد الناشرين السوريين بمشاركة كمان كبيرة من الناشرين السوريين الأبطال،
اللي هي معرض الطفل الأول. صحيح. إذا بتتذكروا كان في مغامرة، وكان حتى معرض الطفل الأول أنه هل من الممكن أن تنطلق بهذه الأجواء وبهذه الأوضاع باكورة لمعرض متخصص. طبعا وحققنا بصراحة في إنجاز كتير كبير، يسجل إلى السيد وزير الثقافة هذا الإنجاز الكبير، ويسجل أيضا إلى إدارة معرض مكتبة الأسد. وطبعا التسجيل الأول والأخير دائما هو الإنجاز الأكبر من الناشرين السوريين ومن القراء والمواطن السوري. خلينا أستاذ لكان ننتقل هلأ على الحصاد. خلينا نحكي عن مهرجان القاهرة رح تشاركوا فيه الشهر الجاي. مهرجان القاهرة الدولي، معرض القاهرة الدولي للكتاب، هو تقريبا هو يعتبر ثاني أقدم معرض عربي، أهميته كتير كبيرة. هذا العام بتحتفل في جمهورية مصر العربية بمرور 50 عام على إقامة المعرض، فعم يحتفلوا بالعيد الذهبي للمعرض. نحن كناشرين سوريين مشاركين بشكل كثيف، وأنا فيني أفاجئكم وفاجئ الجمهور أنه تصوروا الآن المشارك العربي الأكبر في معرض القاهرة هي سوريا. سوريا عندها تقريبا 65 مشارك بشكل مباشر في معرض القاهرة، وعندنا حوالي 35 مشارك ما بين وكالة لناشر سوري أو وكالة لناشر مصري. يعني نحن عندنا حوالي 100 مشارك سوري في المعرض. طبعا هذا يعتبر بالنسبة للأرقام إنجاز. صحيح. هذا يعتبر بالنسبة للمشارك السوري إنجاز. طبعا في عندنا نشاطات كتير كبيرة كمان هذا العام على هامش معرض القاهرة، ما حتكون تقتصر فقط على المشاركة. وكمان قلنا للأحبة والأخوة المصريين لشركائنا المصريين، قلنا أنه نحن حنطلع بعض الكتاب السوريين من سوريا إلى معرض القاهرة ليوقعوا على منشوراتهم الجديدة، وهذا يعتبر بتصور شيء جديد بالنسبة للناشر السوري أنه ياخذ كتابه وينقلهم من مكان إلى مكان. وأنا بشكر هؤلاء الناشرين السوريين اللي عم يتحملوا هذا العناء مع الكتاب. أيضا بشكرهم، بشكر أيضا الكتاب على هذه المغامرة الإيجابية، على هذه الروح من القوة والمثابرة في دعم الكتاب السوري. حيكون عنا أكثر بتصور من 10 كتاب متواجدين في معرض القاهرة على مدار الأيام 15 أو 13 الموجودة في المعرض. طبعا في أيضا بعض النشاطات اللي ممكن تكون الفنية، ممكن يكون بعض الورش والمحاضرات اللي حيقوم فيها إن كان ناشرين وإن كان كتاب وإن كان فنانين وإن كان مثقفين سوريين. كما تعودنا في كل عام أن يكون معرض القاهرة بالنسبة لنا، ودائما أنا بقول هو نظير معرض دمشق، لأنه نحن سوريا ومصر هن خليني أقول طلعوا نخبة الكتاب تماما، هن رواد الحركة الثقافية في العالم العربي، وهن أكثر دولتين بصراحة يؤثروا في المحتوى الكتاب في العالم العربي. وهن بالنسبة للنشر الآن فيني أقول أنه سوريا تجاوزت عدد كتير كبير من الدول الأخرى، وأصبحنا عم نتنافس دائما على أنه نكون مركز ثاني مع مصر، وهذا إيجابي رغم كل الظروف. صحيح. ما بدي أقول ظروف الحرب، الظروف الاقتصادية اليوم اللي عم يعانيها الناشر السوري. طب خلينا نتطرق على عم يتغلب عليها. نعم خلينا نتطرق، نحن هلا فتنا على عام 2019، نحن نعم. طلعنا من حرب سنين طويله، سنين بشعة، وحرب اقتصاديه مثل ما ذكرت. خلينا نحكي عن واقع الناشرين. يعني اليوم اكيد خلال السنوات الماضيه كان في مشاكل، كان في يعني عقبات بوجه الناشرين السوريين. تماماً. اليوم عم نشوفهم عم يشاركوا، بس هن عم يشاركوا برياحه ولا يعني تامن لهم كل الظروف المناسبه للناشرين؟
شوفي الظروف المناسبة ما بتتأمن يعني الآن بهذه الأوضاع اللي نحن فيها، الظروف المناسبة والمشجعة صعب تتأمن، صعب تكتمل. لكن المية يعني فيك تقول. لكن هو المواطن الأهم، المواطن الناشر، الناشر الراقي، الناشر البطل. ليش أنا أسمي لك هون ناشرين أبطال؟ لأنه هن اللي عم يحاولوا يسعوا إنه يخليني أقول يكيفوا الظروف الآن بشكل يتناسب مع واقعهم، وعم يحاولوا أيضا يشتغلوا من خلالها. يعني أنا هحكي لك مثلا في عندي مشاكل بالشحن، مشاكل بالشحن. اليوم فتح معبر نصيب لكن لازالت الحركات بالنسبة لإلنا عم تروح باتجاه آخر. اليوم وهذا فتح معبر نصيب كان فتح إيجابي وراقي جدا، وقدم لنا بتصور خدمة كتير كبيرة. لكن أنا كمان في عندي مشكلة أخرى، واللي هو مشكلة مطار دمشق الدولي. اليوم ما في عندي غير الطائرة السورية هي الناقل للدول العربية الأخرى، وأحيانا لا يتواجد هذا النقل بشكل إيجابي. اليوم المواطن السوري أو الناشر السوري عم يسعى أنه من خلال عم يطلع أحيانا لبيروت لحتى يسافر، أحيانا عم يحاول يطلع من مطار دمشق إلى مطار آخر، ومن ثم إلى محطة أخرى، ومن ثم إلى محطة ليصل المحطة الأخيرة اللي بده يوصلها. هذا كله عم يحاول الناشر السوري يتغلب عليه. الأهم اليوم نحن اليوم كتير عانينا بموضوع تواجد المواد الأولية أو الخام لصناعة الكتاب، ومع ذلك طورناها ورجعنا. لكن اليوم كمان بدي أقولكم على شغلي، اليوم المطابع السورية، المجلدين السوريين القائمين في العمل الفني للكتاب السوري عم يبذلوا قصارى الجهد ليأمنوا كتاب جيد، وأمنوا. اليوم نحن بصراحة كتابنا السوري ملفت للأنظار، كتابنا السوري راقي إلى أبعد حد. عم تشوفي شيء أنت غير عادي، عم تشوفي إنتاج بصراحة مبرمج من حيث المحتوى ومبرمج من حيث الشكل والمضمون، وعم ينافس في دور نشر جديدة أستاذ رح تفتح بهذا العام. هلا أنا هذا كمان ممكن أقول لك، يا أنا بشكر السيد وزير الإعلام على يعني متابعته لإلنا الحسيسة بشكل كتير كبير، ومتابعته إلنا بشكل دعم. يعني نحن اليوم عم نحاول نوصل نحن وياهم انه شو المشاكل اللي عم يعانيها المواطن الناشر السوري، شو المشاكل اللي عم يعانيها الكتاب السوري اللي نحسن نتجاوزها. في عنا عدد من الناشرين الجدد، طبعا نحن تقريبا باثناء الازمه كنا بأوائل الأزمة كنا حوالي 180 ناشر باتحاد الناشرين منضمين لاتحاد الناشرين، نحن اليوم 250 ناشر. إذا نحن في عنا زيادة عددية قدرها تقريبا من 25 إلى 30% زادت على العدد القديم، وهذا يعتبر إنجاز بخلال هذه الأزمة. إذا في ناشرين جدد، وأنا بعرف كتير من الناس اليوم اللي مقدمة خطة عمل ومقدمة أوراق ومقدمة فكرة جديدة لتأسس دور نشر جديدة، وبتصور بالقريب العاجل حيتم إطلاق عدد كبير من الناشرين الجدد بالاتفاق مع السادة وزارة الإعلام، حيكون أيضا في إطلاق لناشرين جدد. فهذا بده يفعل الموضوع ويأسس إلى نهضة لصناعة النشر. وكمان بتمنى من الناشرين اللي خليني أقول الظروف ما ساعدتهم في الأيام السابقة يتعاونوا معنا ويتواصلوا معنا، لحتى ونحن عم نتواصل معهم لحتى نعيدهم ونكون نحن وياهم على السكة الصحيحة، ونشوف إنتاجاتهم الجديدة ونشوف أعمالهم الجديدة. وأنا أيضا بتمنى اتحاد الكتاب ومع الكتاب السوريين أيضا الانطلاق بشكل كتير كبير، والانطلاق بشكل واسع نحو أفق تطوير صناعة النشر، ونحو إنتاج كتب جديدة، إن كان من خلال الكتب الفكرية، إن كان من خلال كتب الأطفال، إن كان من خلال كتب الروايات، من خلال كتب العلمية. اليوم نحن سنة 2019 خليني أسمي لك إياها، ممكن نقول عنها بداية التطوير وبداية العمل
الجديد والمثابرة الجديدة للناشر السوري لنقدم الجديد اللي هو توسيع آفاق لاتحاد الناشرين، توسيع آفاق بما يتناسب مع الانتصار اللي حكيتي عليه حضرتك والانتصار اللي احنا عم نعيشه. نحن إذا كلياتنا لازم نكون على أهل هذه المسؤولية وعلى تحملها، بحيث نحن نقدم شيء جديد ونقدم فكر جديد وأصالة جديدة، ونكون كلياتنا في تطوير عمل النشر في سوريا. نعم. إن كان كتاب وإن كان ناشرين، والقادم خير، ونحن فعلا بهذه المثابرة والرؤية الجديدة للنشر اللي عم تتبناها، خليني أقول الدولة عموما، المجتمع المدني بشكل خاص، يلي عم يتبناها كل الكتاب القراء كلها. اليوم على فكرة بدي فاجئكم، نسبة القراءة في سوريا في ازدياد، وهذا الكلام صار واضح بالأرقام، صار واضح انه نحن اليوم مجتمعنا يقرأ، مجتمعنا يقرأ، فلذلك سعر الكتاب مناسب لدخل المواطن السوري جدا. يعني سوريا من أرخص الدول يلي بتبيع الكتاب، يمكن براس ماله. والله مو من أرخصها، هي أرخص دولة صفياني. نحن صفيان سعر الكتاب حقيقة يتناسب مع الواقع السوري. طبعا في بعض الكتب الغالية، لكن نحن الأهم نحن القسم الأكبر من الكتاب السوري أو المنتج السوري هو فعلا يتناسب مع الواقع السوري. يعني اليوم وقت عم نقول في عنا كتاب 500 ليرة، في عنا كتاب 200، اليوم وقت بنحكي على وزارة الثقافة، وزارة الثقافة حتى الآن في عندك كتب عم تبيعها ب 50 ليرة حتى الآن. اليوم هذا الكلام، الهيئة السورية العامة للكتاب إن كان أو اتحاد الكتاب العرب أو كثير من الناشرين السوريين، وتتفاجئ أنه نحن عم نبيع الكتاب بسوريا ربما بحسم من 40-60% عن سعره الحقيقي لما يباع بخارج سوريا. فإذا نحن اليوم أمام رؤية جديدة، وأمام نأسس لمجتمع قارئ. نحن الناشرين ومسؤوليتنا نأسس لمجتمع قارئ، واشتغلنا عليها بخلال السنوات الماضية، وبتصور حققنا إنجازات أكيد. منيحة أكيد أستاذ، يعني نحن بدنا نشكرك ونتمنى لكم التوفيق بمهرجان القاهرة. نعم. وأيضا معرض الكتاب الدولي 2019 ومعرض الطفل كمان القادم. إن شاء الله يا رب التوفيق، ودائما نشهد خلينا نقول توقيع دواوين جديدة لكل الكتاب السوريين. نشوفكم عم تمثلوا سوريا أيضا وتنقلوا رسالة هالبلد بكل أمانة لكل العالم. شكرا لوجودك معنا. وأنا بدي أشكرك وأشكر الإخبارية السورية، وبالقريب العاجل حنطلق لكم تاريخ معرض مكتبة الأسد القادم اللي حيكون بشهر 8، يعني بالقريب العاجل بجوز خلال أسبوع نعلنكم عن إقامة هذا المعرض. شكرا لكم وصباحكم خير أنتوا كل المشاهدين. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك، وتروحوا ترجعوا بالسلامة على القاهرة. الله يسلمك.